احمد مكي لما خد كل البنات بتحبك ايه بقى رد الفعل؟ احمد مكي فنان كبير قوي بصراحه ودماغ هايله جدا، وهو بيحب الجيل. هو يعني عملنا مع بعض اعلان احنا لاحد اللي هو حاجات الاتصالات دي، عملت انا وهو مع بعض اعلان، وهو اعرب لي ان هو من عشاق جيل التسعينات، ان كان حسام حسني ولا حميد الشاعري ولا علي حميده، فهو بيحاول يبروز ده في اعماله يعني. والحقيقه احنا بنحترمه جدا، وانا على المستوى الشخصي انا بحبه لما بيغني الراب. هو عامل الراب بطريقه راقيه جدا، في رسائل بيقدمها للناس، بيتكلم مره عن الابن، بيتكلم مره عن الادمان، بيتكلم مره عن الصحاب والعشره. لا احمد مكي تحفه تحفه. ليه الاختفاء؟ انا قدامي جوه مش مختفي. ليه سحر؟ لا اصل احنا ما عدناش بنعمل شرايط وسيديات زي زمان. خش بس على اليوتيوب واكتب حسام حسني هتلاقي كل الجديد والحفلات وهنا وهنا. لا ليه ما نظهرش نفس الظهور اللي كان بيظهر التسعينات وكده؟ نظهر دلوقتي نفس الظهور، الدنيا اتغيرت شويه بس. فانت هتلاقي حبيبي عمنا صباح الفل، هتلاقيني بس موجود على السوشيال ميديا والوصال، وهتلاقيني موجود في التلفزيون لو حفله منقوله او 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 مفيش حاجه جديده كده او كده. البوم اسمه حبيب قوي، 10 اغاني، كلمات عنتر هلال ومجد المغربي، الحاني وتوزيع وغنائي، ونازل كمان في خلال شهر كده.